أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قتل ما لا يقل عن 30 عسكريا من الحرس الثوري الإيراني وأصيب العشرات نتيجة هجوم مسلح على عرض عسكري في مدينة الأحواز جنوب غرب إيران. واتهم طهران المسلحين أنهم تلقوا تدريبات عسكرية في دولتين عربيتين خليجيتين على صلة مع واشنطن وتل أبيب على حد وصف التصريحات الإيرانية. نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير ثم نعود لمناقشة هذا الموضوع مع ضيوف سوريا اليوم. ما أكثر الأساطير الفارسية الغارقة في التاريخ، وما أغزر الحكم فيها، وما أكثر الأجنحة العسكرية الإيرانية في العصر الحديث، حتى تحول الحرس الثوري إلى أسطورة عسكرية إيرانية حديثة. لكن الحكمة الفارسية تقول: الشجاعة بلا حذر حصان أعمى. الحرس الثوري يستعرض قوته مبتهجا منتشيا مغنيا على إيقاعات حماسية واثقا بما لديه. الحرس الثوري ارتج صفوفه وتفرق وانتشر وترك المكان بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار على العرض العسكري، وغابت ملامح القوة والبهجة والانتشاء والحماس، وحل مكانها الصراخ والعويل. كان الحرس الثوري في مدينة الأحواز يحيي ذكرى الحرب العراقية الإيرانية التي نشبت في سبتمبر أيلول عام 1980 وانتهت في أغسطس آب عام 1988 بعد الخلاف حول ترسيم الحدود في منطقة شط العرب الغني بالنفط. لكنه كان يوما دمويا بعد أن قتل من الحرس الثوري قرابة 30 من أفراده. فمن الذي فعلها؟ تنظيم الدولة على سبيل الذكر تبنى العملية، وكذلك حركة النضال العربي لتحرير الأحواز تبنت العملية هي الأخرى. رغم هذا التبني لكنهم براء من ذلك. يقول مسؤول إيراني كبير إن تنظيم الدولة أو جماعات أخرى تحارب إيران ليسوا هم من ارتكب هذا الهجوم. إذن من الفاعل؟ يقول متحدث في الحرس الثوري الإيراني إن مسلحين تلقوا تدريبا في دولتين عربيتين خليجيتين ولهم صلات بواشنطن وتل أبيب وجهاز الموساد الإسرائيلي. ولن يجد جواد ظريف أكثر من الوصف التقليدي الإيراني بأن رعاة الإرهاب في المنطقة وأسيادهم الأمريكيين هم المسؤولين عن الهجوم، دون ذكر عملاء النظام الأجنبي على حد تعبيره. لكن المسؤولين توعدوا بالرد، لكن الرد على من؟ هو ما لم يحددوه بعد. لعل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان أكثر وضوحا في الليلة التي سبقت الهجوم، وحذر إيران من تعرض مصالح واشنطن من قبل وكلائها. تابع بومبيو حديثه مع شبكة CNN الأمريكية بالقول: إن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب، وقد أبلغنا طهران أن استخدامها لوكلائها لمهاجمة مصالحنا لن يمنعنا من الرد وسيحاسبون. انتهى الاقتباس. ولعل اختيار مكان الهجوم يحمل كثيرا من الدلالات السياسية في مدينة مثل الأحواز ذات الأكثرية العربية، والتي غالبا ما تشهد انتفاضات وثورات منذ احتلالها عام 1925. فهل بدأت واشنطن بتحجيم الدور الإيراني عن طريق رسائل تحذيرية؟ وهل بدأت طهران بدفع ثمن فاتورة تدخلاتها في المنطقة؟ وكيف ستكون آليات الرد الإيراني في حال تحديد هوية الفاعلين؟ سنوافيكم بكل المعلومات بالتأكيد، تقول المذيعة في الإعلام الإيراني. إذن لننتظر. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع انضم إلي في الاستوديو الزميل عصام اللحام الكاتب والصحفي، ومعنا من السويد عبر سكايب طاهر أبو نضال الأحوازي أمين سر اللجنة المركزية للجبهة الوطنية الديمقراطية الشعبية الأحوازية. أرحب بكما ضيفي سوريا اليوم، وأبدأ معك عصام. أيا كانت الجهة المنفذة لهذا الهجوم، لماذا اختارت هذا المكان ذي الأبعاد ربما والرمزية سواء المذهبية والقومية؟ في البداية مساء الخير لك والسادة
المشاهدين. اليوم نرى أن المشهد بدا واضحا جدا عن الصباح في هذه اللحظات، اليوم تكشفت كافة الأمور، سيما أن الحادثة التي حدثت في الصباح كانت الأمور المحيطة بها شديدة الغموض، لم يعرف ما السبب، ما التبعيات، ماذا حدث هناك، سيما أن الإعلام الإيراني حاول إخفاء كثير من الجوانب ولم يظهر إلا بعض الجوانب عبر بعض التسريبات من خلال كاميرات الموبايل دون وجود أي إعلام رسمي موجود هناك. اليوم إيران تحاول، أو في حقيقة الأمر اليوم إيران واجهت أقصى ضربة ممكن القول لها خلال السنوات العشر الأخيرة منذ عام 2005 على وجه التحديد، عندما شهدت المظاهرات في هذه المنطقة، منطقة الأحواز أو ما تسمى هنا الانتفاضة الأحوازيين ضد الاحتلال الإيراني. اليوم إيران توجهت صفعة قوية جدا في تعرض لها أكبر جهاز يعتبر سيادي ومصدر للفخر للنظام الإيراني وداخل منطقة هي إيران تعتبرها أنها ساحة الصراع أو هي منطلق العمليات لمواجهة أي دولة أخرى، وبالتالي وهي مصدر قوتها المالية ومصدر قوتها الجيوسياسية. نعم، أنتقل إلى ضيفي من السويد. يعني الهجوم تبنته جهات عدة، بينما الطرف الإيراني يعني نفى أو أنكر أن هذه الجهات لها علاقة بالهجوم. من هو الفاعل، يعني برأيك وبترجيحك، من هو الفاعل الذي يستطيع خرق منطقة كهذه وجهاز كهذا تحدث عن أهميته عصام؟ بعد التحية لكم ولضيفكم الكريم ومشاهديكم، بالطبع بما حصل اليوم وعلى أرض الأحواز العربية المحتلة منذ عام 1925 ليس بالواقع قريب. إذا كانت هناك المقاومة الأحوازية تقوم بهذا الرد، ولكن بالواقع كما تفضل متحدثكم بالتقرير حول ما صرحت به القيادة الاحتلال الإيرانية وخصوصية المكان الذي لا بد أن يكون من أهم الأماكن الذي محفوظ أمنياً من قبل سلطة الاحتلال الإيراني، فبالواقع الحدث كان ضربة قاسية للاحتلال الإيراني ووجوده على أرض الأحواز وعنترياته بالواقع الذي يعلن عنها دائماً ويعدد. نعم، طب يعني نعم. يعني سيد الأحوازي، وسط كثرة أعداء إيران إن استطعنا القول، وسط التدخلات التي تقوم بها إيران في مجموعة من الدول في المنطقة، هل تعتقد أن حادثا كهذا من الممكن أن تقوم به مجموعة معينة، سواء مثل تنظيم الدولة أو حركة النضال العربي لتحرير الأحواز التي تبنت العملية أيضا، أم أن هذا العمل هو فعلا بحاجة لدول أو مخابرات دول لتقف وراءه؟ نحن عندنا تجربة مع الاحتلال الإيراني، وإيران طبعا نحن نعتبر ما حصل اليوم هو عمل استخباراتي بحت إيران قامت به، كما قامت بأعمال مشابهة أمام البرلمان الإيراني قبل شهور، وهذا كله من أجل تبييض وجهها للجرائم التي تقوم فيها على الأراضي العربية ابتداء من الأحواز المحتلة وصولا الى سوريا والعراق، وخاصه انه ايران والرئيس الايراني قادما الى الامم المتحده حتى يدافع عن جرائم الاحتلال الذي يقوم بها، الذي مدفون بها وثبت بالسند على الاراضي الوطن العربي بشكل عام والعالم. فنحن نعتبر ما حصل اليوم حتى وان كانوا الاحوازيين قائمين به والقوة الثورية الأحوازية ومنذ ابتداء الاحتلال الإيراني تقاوم وجود الاحتلال الإيراني وكل الوسائل المتاحة لديها، ولكن مع هذا نقول لحد الآن أي جهة رسمية من الكتائب المقاومة العسكرية الأحوازية على أرض الأحواز لم تصدر أي بيان رسمي حول هذا الأمر. بالنسبة لاستراتيجية الأمر وسياسات إيران بالواقع إلقاء الكرة بأحضان الآخرين واتهام الآخرين هذا معروف لديها، فنتصور هذه المسرحية صنعتها إيران بنفسها من أجل أن تقتل الأبناء الأحواز وتدافع عنها وتبيض وجهها
أمام العالم. نعم يعني إذن هذا معطى جديد أن تكون إيران هي التي تقف يعني وراء حادثا كهذا. عصام، قال الطرف الإيراني أو ألمح إلى وقوف واشنطن بشكل أو بآخر وراء هجوما كهذا، وكانت هناك تصريحات من واشنطن خلال الأيام الماضية يعني لم تتورع عن تهديد إيران إن تعرضت هي لمصالح أمريكية أيضا، وكان هناك احتكاك في مجلس الأمن. هل تعتقد أن أمريكا من الممكن أن توجه رسائل يعني بهذا الشكل وبهذه القوة والعمق لإيران؟ في البداية لابد من التأكيد على الأمر أن أمريكا لا ترسل رسائل، فهي تفعل في الفعل. اليوم تشكل إيران هي الطرف الثالث من محور الشر الذي حدده الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن في عام 2002 عندما حدد دول الشر متمثلة بكوريا الجنوبية، كوريا الشمالية عفوا، والعراق، واليوم وإيران. اليوم يمكن القول أن تمكنت أمريكا من السيطرة على العراق وتدميره وإبرام اتفاقيات مع كوريا الشمالية، ولم يتبقى من هذا المحور إلا إيران. إيران اليوم بحاجة إلى الكثير من العمل حتى يتم إسقاطها في حقيقة الأمر بعد تجذرها وتمددها داخل المنطقة بأسرها. اليوم إيران استطاعت أن تصنع لها عداوات ما لا تعد ولا تحصى عن طريق أجهزتها وعن طريق تدميرها. يمكن القول أنها دمرت في العراق وفي سوريا وفي لبنان واليمن، وهي تحارب اليوم وتضع صواريخ متوسطة وبعيدة المدى في الحدود الشمالية للسعودية على الحدود العراقية السعودية، إضافة إلى تهديداتها المستمرة لجميع الدول المتواجدة على الخليج العربي والتي تسميه بالخليج الفارسي. اليوم جميع هذه الظروف، إضافة إلى أن قيام الحرس الثوري ذاته قبل أقل من شهر من استهداف قيادات كردية من حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، فهذا يدفع أن وجود مجموعة كبيرة من الكارهين والحاقدين على إيران. وفي الوقت ذاته أن الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسي أو على كلامه وزير الخارجية بالأمس قد حدد وحذر إيران من إقدام بأي عمل يضر بالمصالح الأمريكية، وهي رسالة يبدو أنها تتزامن مع نفس الحادثة التي قامت اليوم، وهي إشارة إلى أن إيران ستتعرض لشيء ما وسترد على الولايات المتحدة الأمريكية سواء بشكل مباشر وهذا شيء مستبعد أو عن طريق الميليشيات. طيب، وحتى هذا الأمر توعد بومبيو بالرد الصاحق عليه. يعني دعنا نناقش احتماليات الرد مع سيد الأحوازي، كيف تتوقع أن ترد إيران؟ أين ومتى يعني، وحتى في أي بلد؟ يعني طرحت منذ قليل أن أبناء الأحواز ربما هم المستهدفين بنتائج تفجير كهذا، لكن أيضا هناك احتماليات أخرى، لسيما أن إيران اليوم تقول أن واشنطن هي من تقف وراء هذا العمل، وأيضا دولتين خليجيتين. بالطبع هذا ما كنت أعنيه في كلامي عندما أقول إيران دائما تحاول أن تبني الكرة والمشاكل التي تمر بها سلطة طهران، مشاكل اقتصادية، مشاكل أمنية، مشاكل حتى السياسية والصراع الدائر بين السلطة. في الطبع كما تفضل الأستاذ الكريم، إيران دائما تتعامل بما يحصل لها من ضغوط وترمي الكرة بأحوال الآخرين، وما حصل في شمال العراق لضرب مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني هو تكرر اليوم أصلا في الأحواز، ومنذ الدقائق الأولى أو الساعات الأولى من الصباح ابتدت إيران باعتقال العشرات بل المئات من مواطنين الأحواز الأبرياء وهم في بيوتهم، بالإضافة إلى من الممكن أن تثير وتوصي بميليشياتها الإرهابية بضرب المصالح العربية، خاصة اليوم بالذات هددت الإمارات العربية بعد أن أعلن وزير خارجيتها أن ما حصل في الأحواز هو موقع عسكري، فموقع مشروع من الممكن أن المقاومة الأحوازية وغيرها بضربها. فإيران لديها مجموعة من بالواقع الجيوش الإرهابية كانت في الوطن العربي وحتى خارجه، ومن الممكن أن تقوم بردة فعل إجرامية على الجريمة التي هي أصلاً صنعتها في الأحواز في مناطق أخرى لضرب المصالح العربية، وخاصة الجهات التي أعلنتها بشكل رسمي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. نعم. والأمارات كما أتى على تصريحات قيادات. طيب عصام، يعني معركة كهذه القادرة إيران اليوم على دخولها، هل تستطيع بالفعل فتح جبهات حقيقية وواسعة بهذا الشكل لسيما مع الخليج العربي؟ لنكون واقعين، النظام الإيراني لم يدخل بشكل مباشر في أي حرب
في المنطقة كلها. يعني اليوم لحد الآن في سوريا بعد أكثر من 7 سنوات من التدخل داخل دعما للنظام السوري يقول لا يوجد لدينا مقاتلين وهم عبارة عن مستشارين، وكذلك الأمر في العراق، وكذلك الأمر في أي منطقة تتواجد فيها إيران وتدمر وتخرب وتفعل. اليوم النظام الإيراني هو عاجز عن المواجهة المباشرة، ولكن لديه وكلاء عصام، يعني هذا ما تحدثت عنه أمريكا أيضا. أنا على دراية تامة، ولكن توجيه الضربات سيكون لأضعف دولة موجودة داخل هذا الحلف الذي تتهمه النظام الإيراني. اليوم لا يمكن توجيه ضربات لا عن طريق إيران ولا عن طريق وكلائها إلى الولايات المتحدة على سبيل المثال الحاصر. يعني امبارح بومبيو أكد أن سواء كانت إيران أو أحد وكلائها يقترب من المصالح الأمريكية فسيتم ضرب الفاعل الرئيسي ألا وهو إيران. أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر مثل هذا الخطر أو هذا الخطأ من قبل القيادة الإيرانية لكي تهاجم. في حقيقة الأمر اليوم الأمور مفتوحة إلى الحرب أكثر ما هي مفتوحة للسلم. طب أين سيكون الهجوم الأمريكي؟ هل سيكون في دول أخرى أم في إيران نفسها؟ في إيران نفسها. فبومبيو كان واضحا أن الجميع مستعد لتوجيه ضربات للفاعل الرئيسي ألا وهو إيران، وهو أسماها بأن إيران هي مصدر الإرهاب في العالم كله. اليوم نجد بعد هذا الهجوم اللي تم في الأحواز لم يتم تنديده إلا من بضع يعني بضع الدول المارقة أو التي هي في صف إيران أو ذات السياسات كالنظام السوري مثلا على سبيل المثال كبوتين ولا أحد غيرها. لم يظهر أي جهة دولية ذات احترام وذات حضور دولي بأن تساند النظام الإيراني، بل على العكس جميع مال إلى صف الأمريكيين. اليوم إيران هي عاجزة 100% على الرد، وهي أصعب ما يمكن أن تواجهه النظام الإيراني. فهو بعد 30 عاما أو ما يقارب 40 عاما من السيطرة على الحكم في إيران يجد نفسه عاجزا عن حماية حدوده. وطوال السنوات الماضية منذ انتهاء الحرب الإيرانية العراقية لم يخوض أي حرب في أرضه، وإنما كل حروب تم خوضها في خارج الحدود بما فيها عن طريق العمليات الإرهابية في السعودية أو في لبنان أو في العراق ومن ثم في سوريا واليوم في اليمن وبالغد لا نعرف أين، وإضافة لتهديداته لجميع دول العالم بامتلاك القنبلة الذرية وما إلى ذلك. فاليوم النظام الإيراني هو عاجز بشكل تام، فهو اليوم محاصل من الناحية الأمنية من الناحية الشعبية، لديه اقتصاد مدمر، وإضافة لذلك يوجد لديه عقوبات قادمة بعد ما يقارب شهر وبضعة أيام، يعني في 4/11 ستكون هي الأقوى أو الأقصى عبر التاريخ. يعني هناك انهيار تام للمنظومة الاقتصادية أو لدورة العمل داخل إيران. نعم سيد الأحوازي، هل تعتقد أن إيران قد بدأت بحصاد ما زرعته خلال الفترة الماضية؟ يعني لسيما الدور الذي لعبته ضد يعني شعوب المنطقة العربية بشكل خاص بعد قيامهم بثوراتهم. أكيد هذا الأمر، وما تجنيها اليوم إيران ما طبخته على عهد 4 عقود، وبالواقع سيكون إيران أسوأ من ما كان عليه الوضع الاقتصادي، والذي بالواقع سلطة طهران صرفت كل الثروات الهائلة لإرهابها وتدمير مدن وبلاد بأكملها. أتصور اليوم ما يحصل في جغرافية ما تسمى إيران هو على خلفية ما قامت به من جرائم، كما تفضل الأستاذ. اليوم ليس هناك أي بلد بشكل رسمي هو صادق الصداقة مع إيران، حتى الدول التي اليوم تشاركه حتى في جرائمه في على الأراضي السورية أو العراقية مثل روسيا. فمع هذا هذه العملية كانت إيران تريد بها وأن تبيض وجهها حتى يكون لها سد الدفاع في المستقبل، ولكن أتصور بعد أن كل ما حصل. طيب ألا تتوقع تنازلات في ملفات معينة مقابل إبعاد أخطار يعني قد تجابه إيران خلال الفترة القادمة، لا سيما ما يتعلق بالتهديدات الأمريكية؟ يعني هل من الممكن أن تتنازل إيران فيما يخص الملف السوري مثلا مقابل أن تبعد الخطر الأمريكي عنها لو في الوقت الحالي على الأقل؟ إذا كان هناك حكمة عند السلطة الإرهابية الإيرانية فلا بد أن يكون هذا، وإلا إيران وأقولها بصراحة متجهة اتجاه انهيار الدولة الإيرانية. أن هناك صراع دامي أولا بين نفس أجنحة النظام، وهناك مقاومة شعبية على كل الأخطار التي احتلتها إيران داخل جغرافيتها ابتداء من الأحواز المحتلة
وصولا الى الاكراد والجيوش وغيرهم. نعم ايران لابد سلطتها لابد من التنازل او الانهيار، فهذا انا اتصور اكبر، خاصه ان السلطه الارهابيه التي على راسها خامنئي والحرس الثوري متشددين متمسكين بامبراطوريه فارس، فاتصور نهايه ايران الانهيار والدوله الايرانيه ان شاء الله قريب. اشكرك طاهر ابو نضال الاحوازي امين سر اللجنه المركزيه للجبهه الديمقراطيه الشعبيه الاحوازيه، كنت معنا عبر سكايب من السويد. الشكر موصول لك ايضا الكاتب والصحفي عصام اللحام، كنت ضيفي في استوديو. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، تتابعونا المزيد من التفاصيل والاخبار على موقعنا سيريا دوت تي في. الى اللقاء.